عباس الضو بيقول لا، اوعى تفتكر ان ده المشهد الاشهر في مسلسل المال والبنون، لان تتر المسلسل وراه حكايه كانت هتدخلنا في سكه سودا خالص، بس لحقها ممدوح الليثي، ودي قصه احكيها لك من طقطق. سلام عليكم. بحلم وفتح عيني على جنة من الإنسانية، دي الكلمات اللي سمعناها في تتر أغنية مسلسل المال والبنون، لكن الحقيقة إن الشاعر الكبير سيد حجاب ما كانش كاتب الكلمات بالشكل ده، كان كاتب كلمات تانية بيقول فيها دنيا غرورة دنية زي الحنة الشرانية، والتتر اتسجل بالكلمات دي وكان من ألحان الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن. المفاجأة إن قبل رمضان بيومين بس رئيس قطاع الإنتاج في التلفزيون ممدوح الليثي اعترض على الكلمات دي وشاف إنها مش مناسبة لأجواء رمضان، بالإضافة إنه قال لهم فيها نوع من سب الظهر وإن ده هيدخلنا في مشكلة دي دينية وما ينفعش نقدم التتر بالشكل ده. فهنا اتفاجئ سيد حجاب مفاجأة كبيرة جدا انه كان مضطر يعيد كتابة الكلمات بشكل تاني على نفس اللحن، وبالمناسبة دي اول مرة سيد حجاب يكتب فيها كلام على لحن، لانه طول عمره بيكتب القصيدة او التتر كشعر وبعد كده بيتلحن مرة تانية. وفعلا خلال يومين بالظبط او في اقل كمان نجح سيد حجاب في كتابة الاغنية الجديدة، ودخلوا سجلوها في الاستوديو، وتعرض المسلسل في اول يوم من شهر رمضان المبارك ونجح نجاح كبير جدا. هيفضل مسلسل المال والبنون أيقونة خالدة في تاريخ الدراما المصرية، عشرات الممثلين والنجوم الكبار زي عبدالله غيث وأحمد عبدالعزيز وشريف منير وغيرهم كانوا أبطال للعمل، وطبعا الإخراج المتميز للمخرج الكبير مجد أبو عميرة وتأليف محمد جلال عبد القوي. مسلسل المال والبنون علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية، لسه لحد دلوقتي فاكرينه وفاكرين التتر بتاعه. قلنا ما يقدر على خيره لغيره.